شيف بشرى اللي نقولها مساء الخير. مساء الخير اكرام، واش راكي؟ لاباس وانت؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. مساء الخير لاحلى جمهور. كما تعودتوا عليا كل يوم اربعاء نزهيكم بالحلويات التقليديه. اليوم جبت لكم حلوه كانت بزاف مطلوبه اللي هي مقروط الكوشه، وجبت لكم معاه صابلي سم تقدروا ديروه لقهوتكم. بيان، يعطيك الصحه بشرى، دائما حلويات ناجحه، شابين هايلين كما انت. يسلمك. فاليوم ككل يوم اربعاء راح تكون منيو مخصص لحلويات الشيف بشرى. غدوه ان شاء الله الخميس الثاني راكو حين تلقاو الشيف بشرى، تعودوا عليها، كانوا طلبوا منا دائما نزيدوا لك نهار ونخليوك معنا. فلبينا طلب المشاهدين تاعنا، دائما حنشوفوا الشيف بشرى غدا الخميس. قبل ما نبداو في وصفتنا وككل عدد نشكروا لي سبونسور تاعنا اللي حاضرين معنا دائما في مطبخ الو شيف، ونبداو بالمنتوجات الزاد ولي بيبي دو فروي اللي حاضرين معنا دائما في المطبخ، اللي نحضروا بهم حلوياتنا بكل انواع والاذواق دائما مع منتوجات زاد. مشاهدينا الكرام، نشكروا دائما المنتوج اللي موفرنا كل الحبوب الجافه بانواعها، فالعدس بانواعه، الارز بانواعه، ومنتوجات اخرى تلقاوها متوفره في الاسواق طبعا مشاهدينا الكرام باسعار راح تكون في متناول الجميع. منتوج اخر كان مرافقنا لعده مواسم ومازالوا معنا اللي هو مارغرين ماني، اللي نحضروا به اطباقنا وحلوياتنا، اضافه الى المنتوج اللي التحق بنا عنده ايام هكا ولا اسبوع، وكان دار ضجه في المباشر اللي كان فيه لي غوسيت مخصصه بهذا المنتوج اللي هو مقتصد البيض، من عند منتوجات نوال اللي يقتصد لكم 50% من البيض في الوصفه تاعكم. واش معناتها؟ معناتها هذا المنتوج ولا الوصفه تاعكم فيها اربع حبات بيض، راكم راح تستعملوا بيضتان، يعني بيضتان عاديتان، وتستعملوا هذا الكيس اللي يساوي بيضتان كذلك، فيها 10 غرامات، يعني الكيس الواحد راح يساوي ولا ليكيفالون تاع زوج حبات بيض، ونصف الكيس هو حبه بيض. طريقه الاستعمال تاعو هي طريقه سهله جدا مشاهدينا، فبمجرد انكم تخلطوا هذا الكيس اللي فيه 10 غرامات، كيكون كيس كامل تخلطوه مع 100 ملليلتر من الماء، وكيكون نصف الكيس اللي هو 5 غرامات اللي يمدلكم بيضه واحده، راكم راحين تخلطوه مع 50 ملليلتر من الماء. تخلطوا بالخلاط الكهربائي لمده 4 الى 3 دقائق، وبلوفوي ولا بيدكم راكم راحين تخلطوه 5 الى 6 دقائق، من بعد زيدوا باقي مكونات الوصفه. المنتوج دائما متوفر في الاسواق بسعر 15 دينار جزائري ولا 1500. دائما نقول لكم انه هذا المنتوج مقتصد للبيض والجيب، من عند منتوجات نوال دائما، وبالتاكيد راح يخرجوا لكم وصفات ناجحه كما شفتوا في عدد اللي كانت فيه الشيف ناديه، كنا استعملنا به بليزيور كيك ومادلان وتوسا وخرج لنا ناجح. كملوا دائما في منتوجاتنا والسبونسور تاعنا اللي حاضرين معنا هنا في المطبخ، نروحوا لمنتوج جول سيسول اللي كان تحق بنا الموسم الماضي، ونحضروا به اكلتنا الخفيفه واللي تكون ناجحه بامتياز طبعا. نختموا بالنظافه والتنظيف دائما ومنتوجات امير كلين اللي حاضرين معنا في المطبخ للتلميع والتنظيف دائما مشاهدينا الكرام. نعاود نولي طبعا للشيف بشرى، وقالت لنا اليوم جابت لنا حلوه تاع قهوه صابلي والمقروط تاع الكوشه اللي كانوا ديمونداوه بزاف. شفتوا الشيف بشرى بلي تتهلا دائما تلبي لكم طالب، فباسكو على بالك شوفي كاين متصلين بزاف وكل واحد واش يطلب، وحنايا ما نقدروش نديروا في عدد نلبيو كامل الطلبات، فواش نديروا؟ الشيف بشرى والشيف ناديه يحكموا الورقه هذه كلها في راسهم، يحطوا شكل وصفه اللي عليها طلبات اكثر ويجوا هابطين. فالمقروط تاع الكوشه في التعليقات ولا في الاتصالات كانوا عليه طلبات بزاف، اليوم جابت لنا شيف بشرى بطريقه سهله طبعا وجابت لنا حاجه خفيفه دائما. فوالا نبداو المقروط تاعنا. خليك تجي منا شيف بشرى. دونك هنايا لي زانغغيديون هنا واش عندنا كامل؟ عندنا هنايا زوج كيلات تاع سميد يكون متوسط، هنايا السميد ما نسحقوش هذاك السميد فغيمون يكون خشين، يعني ما نسحقوش التشيشه، نسحقوا السميد موايان، أي نوع أي مارك تقدروا تخدموا بها. هنا عندنا زوج كيلات تاع سميد يكونوا ممسوحين، واللي تحب الميزان دير 500 غرام تاع سميد يكون موايان. عندنا هنايا كيلة ناقصة شوية تاع فارينة، هذا المقروط تاع الكوشة اللي حنديرو مقروط ناجح 100% باسكو فيه الفارينة، كيما على بالنا بلي الفارينة تسهل المقروط، يعني ماحش يجيني ماحش يتحلي ولا راح يجي راح يكون يعني ناجح 100%. قلنا هنايا عندنا جوج كيلة تاع سميد متوسط، عندنا كيلة ناقصة أسبوع تاع فارينة،
عندنا حبه تاع بيض تكون صغيره، ولا عندكم حبه تاع بيض كبيره نديروا النص تاعها. الوغ هنا عندنا 2 كيلات تاع سميد متوسط، كيله تاع فرينه ناقصه شويه، عندنا حبه تاع بيض صغيره ولا نص حبه بيض كبيره نديروا النص تاعها برك، عندنا لافاني، عندنا بيان سور الملح. الملح هنا نديروا مغرفه صغيره، يعني ماشي نديروا رشه برك باش المغرف تاعنا يجينا فيه يجينا بنين لوغو تاعو. هنايا ليدا مش عندنا كامل، عندنا نص تاع الكميه زبده ونص نكملوها بالسمن، واش يبقى لنا نديروه زيت. الوغ بالميزان عندنا هنايا 125 غرام تاع زبده، 125 غرام تاع سمن، وعندنا 25 غرام تاع زيت. باش ما نتلفاكمش دوك نعاودكم لي زانغغيديون كامل بالميزان. قلنا هنا عندنا الشكيله تاع سميد متوسط، هنا ما يكونش السميد تاعنا خشين بزاف، قيس 500 غرام. عندنا هنايا 200 غرام تاع فرينه، يعني هنا الشكيله تاع سميد كيله تاع فرينه ناقصه شويه 200 غرام. عندنا هنايا 125 غرام تاع زبده، 125 غرام تاع سمن، ونكملوها ب 25 غرام تاع زيت. هنا علاش راح ندير الزيت والسمن والزبده؟ باسكو الزبده تعطينا لوغو، تعطينا هذاك الطراوه، السمن يعطينا هذاك التبساس اللي يجي في الـ في الـ في المقروط، والدور تاع الزيت يعطينا هذاك الاحمرار الشباب، اون بليس يجينا السميد الداخل يجينا مزربع ما يجيناش عجين. الوغ هنا خلطنا بين 3 انغريديون، سمن وزبده وزيت، نلمو بها نديروهم في الـ في الـ في السميد تاعنا، ونكملو اللم نطمو كلش بالماء زهر. فوالا. ولا فحص تاعنا واش عندنا؟ هنا عندنا 4 كيلات تاع مكسرات، تحبوا هنايا ديروا الكاوكاو، تحبوا ديروا اللوز والجوز، تحبوا ديروا غير اللوز. هنا واش كان عندكم ديروا، تقدروا ديروا ما من الغرس، يعني هذه الوصفه بزاف سهله، تقدروا باش تجربوها غير بالغرس ولا بالكاوكاو، كي تنجح لكم ديروها باللوز. هنا عندنا 4 كيلات تاع لوز يكون مرحي متوسط، ما يكونش فريمون غبره، باش كي ناكل المقروط تاعي نستبن المكسرات اللي لداخل. هنايا اللوز تاعي كنت درتوه يتحمص غير شويه برك، يعني ندخلوا الفوغ يتحمص غير شويه، وإلا استعملتوا الكاوكاو خلوه يتحمص تخي بيان، يعني باش يجي الكو تاعو الداخل بنين. عندنا هنا 4 كيلات تاع لوز، عندنا كيله تاع سكر، من الافضل توجور باش يجينا هذاك لافاس الدخلانيه تجينا فريمون معسله وتقعد طريه لاطول مده. نعاودوا نرحيو كيله، هنا عندنا 4 كيلات تاع مكسرات، نحو منها كيله نكملوا نرحوها مع هذا السكر باش الداخل تجينا فريمون معسله. للافاس تاعنا نديروا توجور مغرفه صغيره تاع مارغارين، الا كانت كونتيتي فريمون كبيره، الا كان البول اللي كيلتو به كبير نديروا مغرفه كبيره تاع مارغارين. انا هنايا لي بول تاعي صغار، درت 4 كيلات تاع اللوز هنايا، يعني ندير مغرفه صغيره تاع مارغارين. الدور تاع المارغارين في لافاس تعطينا هذيك الطراوه لداخل لافاس تاعنا والتحسال، ونكملوا نطموا لافاس تاعنا بيان سور بالمزهر. دوك هنا نروحوا لاباط تاعنا نبداو بها هي الاولى. قلنا هنا عندنا 2 كيلات تاع سميد متوسط، هنا ما يكونش فريمون خشين. عندنا هنايا كيله ناقصه شويه تاع فرينه. على بالي دوك يستغربوا تقول لك كونتيتي تاع الفرينه هنا راهي كاينه بزاف، شغل راهي بزاف كيله ناقصه. فوالا دي فوا حنا نديرو زعما شغل 3 كيلات 3 عبارات، والعبر التالي هو اللي شغل نكملو نفيضو بالفرينه. مي هاد لاغوزيت بزاف هايله، نتمنى ان شاء الله تجربوها. هنا هذا المقروط درته لكم على شكل مقروط غوايال، لا يقدروا يشوفوها في طابلا. فوالا. هنا قلتي درتي 2 كيلات تاع سميد، 2 كيلات سميد متوسط، كيله تاع فرينه ناقصه شويه، وبالميزان 500 غرام تاع سميد و200 غرام تاع فرينه. اوكي فوالا، خلطوهم هكذا كيف كيف. قلنا نديروا مغرفه صغيره تاع ملح، هنا الملح ما يديروش غير رشه برك، نديروا مغرفه صغيره باش لوغو تاع المقروط يجي شباب. هذا فيما يخص الوصفه الاولى اللي هي وصفه المقروط تاع الكوشه. فوالا، كتبوا المقادير واللي ما فهمش حاجه يعيط لنا. فوالا، عطيت لهم بالميزان اكرام، واستمديت لهم ثاني بالعبر، اون سي جامي اللي ما يحبش يخدم بالعبر. شوف فيه هذاك الطابع ناول هيك ابات لي شمعه. صح، نقول انا جبت شمعه اليوم. ضوي عليكم. واش كاين اليوم بشرى؟ اليوم كاين لانيفرسار تاع لو ماري، تحب نقولها مع التالي؟ معليش مي معليش، اليوم ما كفيناش. فوالا بك راني دايره روحي اللي نسيته. اليوم لانيفرسار تاعو، نقول لك كل عام انت بخير وربي يحفظك لينا ان شاء الله، ويخليك تاج فوق راسي ويحفظك ليا ولوليداتنا ان شاء الله. ان شاء الله، اي كون باغ ازار اليوم ثاني لانيفرسار تاع ماما، ربي يحفظها ان شاء الله. جويز انيفرسار، كل عام انت بخير ان شاء الله. كل عام وهي بخير، ربي يطول في عمرها وتشوفنا ان شاء الله، زيد تفرح بينا ان شاء الله، بوليداتكم ان شاء الله يا ربي.
دوك حنا برك باش ما نعاودوش درنا له اليوم مقرط درنا لهم مقرط ماشي شفت بنت لك شمعة هذا لو مول المول هذاك شنو بان لي قلت باسكو كاين شمعة هكا اي كاين بيان سور قلت هذه جابت الشمعة واقيلا اليوم راح نحتفلوا بالمقرط اليوم فوالا دوك هنايا درت زوج كيلات تاعي تاع سميد مويان ودرت الكيله اللي ناقصه شويه تاع فارينه بالميزان عندنا 500 غرام سميد متوسط وعندنا 200 غرام تاع فارينه درت الملح ثاني نخلطهم هكذا كيف كيف وعندنا هنايا ليدام تاعنا ليدام تاعنا قلنا شوفوا اللي حاب يخدم يكمل بالميزان يدير بالميزان كما درت انا قلنا 125 غرام تاع زبده انا كنت استعملت مارغارين ماني 125 غرام تاع سمن كنت ذوبتهم ولازم يكونوا بادين خاطر علاش وكان نستعملوهم هنا سخونين راح يطيب لنا السميد تاعنا وما راحش يجي لوغو تاعو بنين الوغ توجور لازم نذوبوهم من قبل ونعطيكم ثاني استيس توجور المارغارين ولا الزبده كي ذوبوها نحوا لها هذاك الماء تاعها علاش كي نحوا لها هذاك الماء راح نيفيتيو باش الماء هذاك ما يبسلناش الكاطو تاعنا من بعد يعني كي ذوبيها تقدري تخليها جو ذوبيها الصباح وحشيه ان شاء الله تخدمي بها تشكي غير بيك الداخل ولا زعما ديري كيغ دومبرك وتنحي هذاك الماء اللي يخرج منها باش نيفيتيو الكاطو تاعنا يقعد ناطري قلنا هنايا الكيله اللي كيت بها اللي يخدموا بالكيل الكيله اللي كيت بها السميد والفرينه هي اللي نكيل بها ليدام تاعنا هنا ليدام واش نديرو نديرو نص تاع الكميه سمن نص زبده ونكملو نفيضوها بشويه تاع زيت بالميزان عندنا 125 غرام زبده 125 غرام سمن ودنا 20 غرام تاع زيت دوك هنا ندير ليدام تاعي ندخلو برك لي التعليقات 20 غرام مباشر قراو شويه تعليقاتكم لنا نهار اليوم لا كاين اتصالات ف فوالا نغسل يدي برك ونجينا نقولوا اتصالات نقدر نخبي لها تجينا المورقه المخمره في المجمد اسكو تقدر تخبي لها تجينا تاع البارح فيها الخميره ما تقدريش تطول تقدريش تخبيها سيدتي نوره ما تقدريش تخبي لها تجينا المورقه قبل ما نكمل نقرا تعليقات نستقبلوا اتصال او الاتصال الاول لنا اليوم نقولوا الو مساء الخير اسمعيني من الهاتف ونقصي التلفاز تعيشي حبيبتي صافي ربي يخليك حظك تعيشي سمعيني من الهاتف برك معليش وافق المتصل تعيشي شكون معنا السلام عليكم عليكم السلام شكون معنا معك حياة مسعيدة شكون حنان حياة مسعيدة والله ما سمعت مليح قولوا لي برك مسعيدة حياة مسعيدة واش راكي حياة لاباس لاباس وانتم باركو بخير ولا غير لاباس الحمد لله واش هو الناس سعيدة راكم منورين الشاشة اي شي حبيبتي شكرا ليك حياة بنورك وان شاء الله قول لي هذاك الشاف اللي راه مع كلها زوج تاعك كل عام هو خير شنو نقولها؟ ولا زوج تاعك كل عام هو خير الله يسلمك تعيشي هذه الذي نسمعها يكرا ماما فوالا ايه كل عام ان شاء الله بخير وان شاء الله سنه سعيده شكرا لك حياه ربي يحفظك اكيد جربي شويه الوصفات حياه ها اكيد جربي شويه الوصفات جربت خطره كيكون هكا لي بنجرب اه معليش كيكونوا المقادير جربي نجرب بصح راكي عارفه كيكونوا المقادير نجرب اه يا الحمد لله كيكون كيكون لي بنجرب بصح الله يحفظكم وكل شيء شباب وكل شيء غادي يخرج زين وجربنا ما شاء الله الله يسلمك حبيبتي قولي لي كاش وصفه كي حابه تشوفيها معنا في الاعداد المقبله راني حبيت الوصفه تاع المقروط تاع المقلى مقروط تاع المقلى درنا ديجا مع الشيف ناديه ما بعرفش اسكو شفتيه ولا لا غير ما كنتش حاضره معكم وكان ما شفتيهش حياه لا ما شفتوش معليش ان شاء الله يتعاود قبل رمضان ان شاء الله الله يعطيكم الخير وبارك الله فيكم وتحياتي ليكم وللطاقم كاع اللي معاك شكرا لك حياه حبيبتي ربي يحفظك ان شاء الله والله ربي يخليك لي ثاني وان شاء الله شهر رمضان يكون لكم بالصحه وتصوموا بالصحه ان شاء الله حبيبتي انت ثاني ان شاء الله كل عام وانتم بخير شكرا جزيلا على خير وفيك بركه شكرا لك اذا قلنا العجينه المورقه اللي كان دارتها البارح شاف بشرى والمخمره ما تخباش في الكونجيلاتور يعني غير ديروها استعملوها كانت تقدري ديري لي لافاني نسيتها هنايا طبعا وراهي هاي هنا ديري لي غير قيس مغرفه صغيره برك مغرفه صغيره ولا ما لقيتيش ديري لي هكا ربع هكايا فوالا سي بون
فوالا نعاود لهم برك. هنا واش كنت درت؟ هنا كنت درت جوج كيلات تاع سميد متوسط، كيلة ناقصة شوية تاع فارينة بالميزان 500 غرام تاع سميد متوسط و 200 غرام تاع فارينة، خلطتهم كيف كيف، زدت مغرفة صغيرة تاع ملح، مغرفة صغيرة تاع لافاني، ودرت ليدام تاعي. ليدام تاعي واش كنت درت؟ 125 غرام تاع زبدة ذوبتها، 125 غرام تاع سمن، وكملت الكيلات تاوعي ب 20 غرام تاع زيت، وراني هكذا ندخل هاد الليدام في السميد تاعي. دوك هنايا دوك هنا الحاجه الهايله في هذا المقروض كوم ما يبتش ليلى كامله، على بالي بلي بزاف نعدوا على لي غاتو ليلى كامله. فوالا درت بزاف الكلمه ليلى كامله. فوالا هذا ما هذا تقدر تخدموه سيغ بلاص، جون ندخل له غير هكا شويه ليدام ونشمخو، نخليه يريح غير ما بيد ندير لافارس تاعي ونخدمو، نقدر ندخلو يطيب ديريكتومون، يعني ما يطولش بزاف، اون بليس بزاف بزاف بنين هذا المقروض. بالنسبه للناس اللي راهي تسقسي في التعليقات على وين يقدروا يلقاو مقتصد البيض، وحتى وحده سقساتني على مارغارين بريميوم تاع مارغارين ماني، فتقدروا تلقاوها يعني بارتو، متوفره في كامل لي سوبيرات ولا لي غون مارشي، ولا على باليش انا دوكا وين اكزاكتومون البلايص. كيما مقتصد البيض من عند منتوجات نوال، هذا يعني منتوج جديد، فراهو بلاقل بلاقل تلقاوه في العاصمه، متوفر في العاصمه، لانه كاين متابعه قالت لي ما لقيتوش في العاصمه، كي حتلقايه راح نسقسيو كذلك يعني اللي جابونا المنتوج برك وين لي بوان دو فونت تاع هذا المنتوج، يعني وين نقدروا نلقاوه بارتو، نقدروا نلقاوه بارتو، وين ما على باليش برك هي قالت لي برك في العاصمه وما لقاتوش، دونك مازال برك ما لحق، لكن راح يلحقك سيغمون في البلاصة اللي راكي فيها، سورتو البلايص اللي بيعوا فيهم ادوات تاع الحلويات توسا، فكي راح سيغمون تلقاها بسعر 15 دينار جزائري، يعني ماكوش حتلقاوها بلوس. فوالا ثاني مارغارين بريميوم تاع ماني راكو راح تلقاوها متوفره في الاسواق. مساء الخير، مقروط الكوشه وصابلي اليوم، هادو هما مقروط الكوشه وصابلي، فاليوم هادو هما وصفاتنا. لا روسيت عاوديها لنا بلا عقل باش نكتبها، قالت لك انا نخصب باقيل. نو نو صافا برك ما لعقتش. فوالا دوك نعاودوا واش درنا هنايا. كنت جبت زوج كيلات تاع سميد متوسط، قيس 500 غرام، كيلة ناقصه شويه تاع فرينه، قيس 200 غرام، راني نعطيكم بالميزان والكيلة، اون سي جامي، كاين اللي يحب الميزان وكاين اللي يخدم بالكيلة، ايسونسيال الكيلة اللي يبداو بها السميد هي الأولى، هي اللي نكملوا بها الفرينة ونكملوا بها ليدام تاعنا. كنت درت مغرفة صغيرة تاع ملح، مغرفة صغيرة تاع لافاني، خلطتهم كامل كيف كيف بمغرفة، ومن بعد جبت بول تاعي اللي كنت وزنت به مع الأول هو اللي كملت به، درت 125 غرام مارغارين ماني، 125 غرام تاع سمن، وكملت ب 20 غرام تاع زيت، كنت خليتهم ذوبتهم وخليتهم حتى بردوا. ودرت ليدام تاعي في السميد في هذه المكونات الجافه، كنت دخلت فريمون هذوك الليكيد، كنت دخلته فريمون في السميد تاعي. هنايا قلت لكم ما خلوهاش فريمون تريح، علاش؟ باسكو السميد تاعي راني يعني عاونته بالفارينه، يعني محشي يحتاج يطول بزاف، راح يشرب لي ثمثم. دوك هنايا عندنا الحبه تاع البيض، قلت لكم هنايا حبه تاع البيض ديروا حبه صغيره، الا كانت الحبه كبيره ديروا النصف تاعها، خلطوها وديروا النصف تاعها. دوك هنايا ندير هكذا في كوتي البيض، انا هذه الحبه شويه كبيره ماحش نديرها كامل، ونكمل نطم العجينه تاعي بالمزهر. هنا المزهر ما نقولكمش شحال باسكو سا ديبون، غير تشوفوا لاباط تاعكم تلمت لكم سي بون تحبسوا المزهر. دوك هنايا هنا لاستيوس كامل، هنايا هنا لازم ما نعجنش لاباط تاعي، نلم غير بهذوما غير بسبوحتين تاوعي، باش ما يجينيش مكدس الداخل، ما يجينيش المقروط تاعي عجين الداخل. انا اخترت اليوم نخدمه لكم بهذا لومول باسكو راهو توندونس، وكاين بزاف اللي طلبوه مني، كانوا بزاف ناس شافوه في الصفحه تاعي طلبوه مني، اون بليس بزاف يولا من المناسبات، وحده راهي حابه تضيف تقدر تديه معاها، سورتو سورتو راهو جاي رمضان كيما على بالنا بلي الحلويات المعسله بزاف يتمشوا في رمضان. كاينه وحده سقساتنا قالت لنا اسكو مقتصد البيض نقدروا نديروه في عجينه المبلحات، جو بونس كو نو سي با، شوف برك مع رضوى مسكوه اللي على بالو الديتاي تاع الديتاي. نورمالمون نو ما تقدريش ديريه في عجينه المملحات، مقتصد البيض ديريه في الحلويات. فوالا في الحلويات تاعك ابار الحلويات، يعني من غير الحلويات تقدري تستعمليه في العقده، يعني العقده تاع الجواز تاع الشربات تقدري ديريه على حساب واش قال لي رضوان. دونك هذايا
تستعملوه بوكو بلوس في حلوياتكم كيما المادلان سابليل فوالا هادو هما الحوايج. دوك هنايا نلم لاباط تاعي كيما قلت لكم بالمزهر، هنا اللي تحب تخفف المزهر تاعها تزيد له شويه ما تزيد له، مي كيما على بالنا بلي المزهر ماهوش يجي فريمون لوغو تاعو قاصح يسمى تقدروا ديروا غير المزهر وحده. دوك هنايا لاباط تاعي تلمت لي، كيفاش نعرف بلي سي بون راهو الكميه تاع الماء فيها راهو او كافي؟ ندير هكذا اون بول كي نشوفها بلي ما راهيش تشقق لي نعرف بلي لاباط تاعي راه فيها قدر كافي من المزهر. وكيما هنايا لاباط تاعي راهي بيان، دوك نخليها تريح شويه ونخلي المزهر قدامي اون سي جامي يشرب لي سميت تاعي، نزيد غير شويه برك تاع مزهر. كيما هنا راني درت اون بول ما تشقتليش، حبي يقول العجينه تاعي راهي بيان. فوالا بيان. كاينه وحده قالت لنا برك العجينه المخمره تاع البارح ما قلتولناش على كميه المارغرين في العجينه مورقه سي قلنا 250 250 في 450 تاع فان 450 تاع فرينه. كي تكوني تحلي في العجينه تاعك ديري 250 غرام تاع الزبده الخاصه بعجينه او العجينه المورقه. يعني نقول ونعاود انه مارغرين ماني اللي استعملناها البارح ماشي هذه اللي نشوفوا فيها في لي بواط، لكن مارغرين ماني بريميوم يعني الخاصه بلاطات فايتي ولا العجينه المورقه. نستقبلوا اتصال اخر لنهار اليوم ونقولوا الو مساء الخير كيما رانا نشوفوا في الو الو السلام عليكم. مساء النور حبيبتي، واش راكي؟ واش راكي؟ لاباس الحمد لله. اعطيني برك العجينه بشرة اي شيء تاع الزبده. شكون معنا سامحيني؟ ام عبد الله مرويبه. ام عبد الله واش راكي؟ طولتي الغيبه. لاباس لاباس بخير ولا غير الحمد لله وانت يا؟ ولا غير لاباس الحمد لله. الحمد لله حبيبتي الحمد لله. قولي لي كي تجربي شويه الوصفات مازال كي تجربي؟ ولا نجرب من ذاك نجرب واني نستنى كنت نستنى فيها كي حد يدير مقر تاع الكوشه. هاي تخي بيان كنتو طلبتوه بزاف فاليوم بينا لكم طلباتكم. يعطيها الصحة بارك الله فيها. الله يسلمك حبيبتي. معك شوف بشرى تحبيك شما تسقسيها ولا على الوصفات؟ الله غير يعطيها الصحة بارك الله فيها ونقول لها توحشناك. تعيش ربيعك. تعيش الحمد لله كيف رجعتنا بخير. يسلمك تعيش يا ربي حبيبي. اش راك كيف بشرى؟ سافام عبد الله كيف خير؟ عبد ميمونة. تعيش يا ربي خليك. الله يسلمك. سافاركم بخير جملتكم لا غير لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. قولي لي ام عبد الله كاش وصفه حابه تشوفيها معنا في العدد المقبله؟ والله غير يعطيكم الصحه بارك الله فيكم راكو كل شيء اللي كنا حابينه راكو ديروه. يعني ما خليتوش حاجه عطيتك بلا ما درتوها لناش. الحمد لله يا ربي تعيشي. شكرا لك حبيبتي، شكرا على وفائك واتصالك. شكرا يعطيك الصحه بارك الله فيكم. تعيشي على خير. مع السلامه. يعطيك الصحه. مع السلامه. باي باي. اذا نولي لك شوف بشرى وبعدنا درنا لاباط تاعنا بانا خلوها تريح شويه. هنا قلت لكم هذا المغروط محشي ما خلوش يريح بزاف، هذه الحاجه البيان فيه يعني تقدري دوكا كي قاعده تقدري دوكا تجربيه ماشي لازم باللوز. قلت لكم هنا اللي تحب تسيه تقدر تسيه بالغرس، واللي ما عندهاش الغرس تقدر ديرو من بالكاوكاو برك. هنايا لاستيس في لافارس قلت لكم الا درتو لوز خلوه يتحمص شويه باش يطلق لنا لوغو ما بيجينا بنين الداخل، والا درتوه بالكاوكاو الكاوكاو تاعنا خلوه يتحمص تري بيان يعني ما خلوش غير شويه برك، نخلوه حتى يحمر لنا الكاوكاو تاعنا ونطحنوه. هنا المكسرات تاعنا ما نرحوهمش فريمون فريمون رقيق، علاش؟ باش لافارس تاعنا كي نعضوا الحبه تاعنا نحسوا بالمكسرات اللي يكونوا الداخل ما يكونش فريمون رقيق. دوك هنا عندنا 4 كيلا تاع مكسرات، عندنا كيلا تاع سكر. قلت لكم لاستيس هنايا تاع التحسن تاع اي عقده ديروها الداخل توجور نحو كيلا من المكسرات تاعنا نكملوا نحوها مع الكيلا تاع السكر، علاش؟ باش تجينا لافارس الدخانيه معسله وتضاين يعني تقعد طريه لاطول مده. نزيد الكيلا تاعي تاع السكر. دي شويه لافاني. ريحه العيد بشرى. شتي؟ شو ريحه المزهر وريحه القرفه هذا الصوالح كاعي. فوالا. هنا اللي تحب تزيد شويه قرفه في لافارس تزيدها اون بانسي برك. دوك هنايا نديرو ملعقه صغيره تاع مارغرين. هنا قلت لكم لاستيس تاع المارغرين ثاني تخلي لنا العقده تاعنا تقعد لنا فريمون طريه يعني ماشي ثمثمتي بالسنه. كيما على بالنا بزاف عندهم بروبليم تاع لي فارس يقعدوا شغل نهار زوج ومن بعد تبدا تيبس الداخل، هذه العكس. كل ما نديروا هذا لاستيس تاع مغرفه تاع مارغرين داخل لافارس تخلينا لافارس تاعنا تقعد لنا طريه لاطول مده. قلنا هنايا عندنا 4 كيلات تاع لوز كنا حمصناه شويه، عندنا كيله تاع سكر، شويه لافاني اللي تحب دير قرفه تنحي لافاني ودير قرفه،
وعندنا مغرفه صغيره تاع تاع مارغارين. هنا لا مارغارين قلت لكم كي تكون كونتيتي كبيره تاع المكسرات دير ال دي مارغارين كبيره مغرفه كبيره، ولا كونتيتي يعني صغيره كيما انا فوالا تاع المكسرات. قالت لك وحده برك شاف بشرى زيت 20 غرام ولا 25؟ 20 غرام. 20 اوكي. قالت لك اسكو هذا المقرو تقدر ديرو في المقله؟ انا لا لا هذا مقرو كوشة، هذا برك انا درته في مول، جبت لكم هذا الموديل تاع لومول. اللي تحب ديرو ميم تطبعوا زعما بطابع، ولا دير زعما من تحت عجينه ومن بعد لا فارس عجينه وتطبعوا، تقدر تخدموا هكذاك. برك انا عطيت لهم المول اللي هو توندونس اللي راهم كامل اليوم مطلوب يعني في لي كوموندي تو اون بليس ساهل. قالت لك وشنو هي لاستوس باش لا ميرينغ ما تطلقليش الماء كي نحمرها؟ لا ميرينغ باش ما تطلقلهاش الماء كيما درت البارح. كنت شتي قلتي لي علاش حديري باماغي؟ كي نطيبوها في الباماغي ميم زعما الحبه تاع لي تارتولات تاعك ولا الفيغين تاعك كي تقعد في الفريجيدار لا ميرينغ تاعك ميم تبات تبقى هي هي، باسكو علاش البيض تاعك راح تكوني ديجا عقبتيه. اوكي فوالا. قولي لهم البارح ذقتيها ما ذقتيهاش فيغين؟ البارح رحتي ما ذقتيهاش شيفا ذقتها. تقدروا تستعملوه في حلويات بدون جلوتين؟ اه تقدري تستعمليه في كامل حلوياتك مقتصد البيض حبيبتي. هنا على الفحص تاعنا نعجنها شويه باش تتعسل لي فوالا. هنايا الفحص تاعي نلمها نكمل نطمها بالماء زهر حتى تولي لي هكذا اون بات. هنا توجور كي نلمها ماشي ما تكونش فريمون يابسه، نخليها شويه جاريه كيما على بالنا بلي المكسرات راح يشربوا لي هذاك الماء زهر، يسمى توجور نخليها شويه جاريه زياده على على الحد تاعها باسكو راح تنشف لي شويه. هنا كيما قلت لكم نعجنوها شويه هكذا نحس بهذاك التحسيل تاع السكر مع المكسرات تاعي. العجينه المورقه المخمره نو ما تقدريش تخبيها في الكونجيلاتور لانه كاين تساؤلات بزاف يقولوا اسكو نقدروا نخبوها في الكونجيلاتور باسكو فيها الخميره، الخميره تقراص مع الوقت. من فضلكم دوك لافارس تاعي هذه راهي واجده، لا تيكستور تاعها تكون شويه طريه، يعني كي ندير اون بول تكون طريه تجيني اون بول مي تكون شويه طريه على زياده على باسكو راهي راح تشرب لي شويه. نديرو ما زهر وحده ما نخلطوش معاه الماء باسكو الما زهر ماهوش يجي فريمون قاصح. اللي عندها الما زهر مقطر ولا تقدر دير له الماء بيان سور باش ما يجيش في هذيك لا ريغول مره. اوكي مقتصد ولا. البيض نقدروا نديروه في جينواز من فضلك اكرام اجابه. نعم تقدري ديريه في جينواز حبيبتي، تقدري تستعمليه ديرو لهم به ان شاء الله تحليه تاع نديرو جينواز به ونديرو لهم تحليه ان شاء الله. ان شاء الله عاودي لنا طيبته اليوم بمقتصد البيض. نو اليوم ما طيبناش مقتصد البيض لكن حيكون وصفات مع الشيف بشرى بمقتصد البيض. درنا به خمسه ولا اربع وصفات مع الشيف ناديه الحلقه تاع السبت غدوه ان شاء الله ندير لهم به السبت الحلقه تاع السبت ان شاء الله غدوه حيكون فوالا غدوه معنا الشيف بشرى حدي لكم به وصفه ان شاء الله. دوك هنايا على بالي بلي حيقولوا لي بالخف درنا لافاس تاع المقروط ودرنا لاباط تاعو. دوك هنايا ما شدناش وقت بزاف هذا المقروط فريمون بزاف هايل وبزاف بزاف بنين. انا يعجبني هذا المقروط قلت لكم نتوما الشكل ماكوش مرتبطين بهذا المول، يعني اي مول تقدروا ديروه ديروه، تقدروا ديروا ميم هذاك المول تاع الدمعه ولا زعما تخدموه ديروا حربوش كيما ديروا هذاك المقروط المقلي وتنقشوه بالنقاش. وهنايا عندنا هذا المول اللي فيه دو بياس هكذا فوالا. هذا المول بزاف توندونس درت به انايا اليوم هذا الموديل تاع المقروط فوالا، يجي فيه هكذا يا دو بياس. الحبه تاعو تجي فريمون هايله، تجي متحوفه صغيره و فوالا. دوك هنايا نعاود نولي لاباط تاعي هتبداي تشكلي لنا المقروط فوالا. حنبدا نوزن قبل ما نبداو نشكلو نروحو على فاصل قصير نلحق وقت الفاصل على ما اظن هكذا ياسين. نروحو على فاصل قصير جدا مشاهدينا الكرام وبعدو راجعين باش نشوفو باقي وصفات شاف بشرى لنهار اليوم. الو شيف لكل من التحق بنا الان عاودوا نرحب بكم، نرحب كذلك بكل جاليه جزائريه متواجده بالمهجر اللي يتبع فينا من خلال قناه شروق العامه ولا حتى البث المباشر اللي راهو في الصفحه الرسميه لقناه شروق تي في على الفيسبوك. قبل الفاصل كنا بدينا في وصفاتنا مع الشيف بشرى اللي هما مقروط الكوشه اللي كنتوا طلبتوه بزاف من عندنا، شفتوا الطريقه تاعو مقاديرو حنشوفوا طريقه التشكيل فيما بعد. مش فيما بعد نولوا دوزيام غوسيت دوزيام غوسيت لنا اليوم او الوصفه الثانيه لنا اليوم هي وصفه سابلي بالكاوكاو والكلاصاج فيريرو.
تفضلي. فوالا سابلي سامبل ولي لي زانغريديون تاعو سامبل وجيست ان شاء الله يكونوا في كل دار، يعني تقدروا ديروه لقهيوتكم. دوك هنايا واش عندنا كامل برك بابي سيل بليك عندنا. فوالا عندنا 125 غرام تاع مارغارين تكون بدرجة حرارة الغرفة. عندنا جوج مغارف تاع سكر رطب. هنا السكر رطب ما كثرش بزاف باسكو الحلوة تاعنا ديجا راهي راح تتكلاصا بالشوكولا، يسمى ماذا بيا الحلوة تاعي تكون كاين فيها ليكيليب ما بين الحلو ما تكونش فغيمون فغيمون حلوة. عندنا هنايا صفار حبة بيض وحبة كاملة. عندنا كاس تاع كاوكاو محمص وملحي. هنايا الكاوكاو تاعنا ما نرحوش فغيمون فغيمون رقيق وما نرحوش خشين، نديروه متوسط. عندنا هنايا مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه، وعندنا مغرفه ونص تاع كاكاو بني. هنا من الاحسن نستعملوا نوعيه جيده تاع الكاكاو. وعندنا الفاينه نطمو بها لاباط تاعنا، شتي دي زانغريديون خفاف ظرف اون بليس ساهل. وعندنا هذا المول هذا تاع لي ديك كيما تاع الكيكات. فوالا هنا تحبوا تخدموا بتاع 6 واللي تحب حبه صغيره تخدم بلومول تاع 8. وعندنا شوكولا ليطالي، وعندنا كاوكاو اللي نديرو اللي حنديروه نضيفوه للشوكولا باش يجينا هذاك لو غلاصاج في غيغو من الفوق. يقدروا تاني يستغناو كامل على لو مول يديروا الشكل. بيان سور بيان سور باسكو علاش غاتو ساهل وتاع قهوه يعني ماشي لازم يحتملوا هذا لو مول. وعندنا هنايا بيان سور زيت، عندنا 20 غرام ثاني تاع زيت. داكا فوالا وشكت حسيب وشرا اليوم ما خدمتك شي كان لا لا شتي البارح خدمتك البارح شوفي سيركيلاسيون هذيك مازال على الدور تاعي ولا غير شتي بزاف والله حصلت ماما انا البارح 7 باش لحقت شتي والله 4 سوايع غير طريق انا بدل طريق طايح ندير سبور عاود وليت للدار. هنا عندنا 125 غرام تاع مارغارين تكون درجة حرارة الغرفة 125 فوالا عطيني عليك. عندنا 20 غرام ثاني تاع زيت. انا اتصال اخر لنهار اليوم وقولوا الو مساء الخير. مساء الخير بنتي اكرام. مساء النور واش راكي؟ واش راكي بنتي لاباس؟ لاباس بخير وانت يا؟ الحمد لله الحمد لله. شكون معنا؟ معكم رفيق من قال مع اكرام. اه ام رفيق واش راكي حبيبتي لاباس؟ لاباس الله يخليك اكرام واش راكي انت؟ والله غير لاباس الحمد لله. الحمد لله تعيشي حبيبتي شكرا لك. مساء الخير على الشاف بشرى. مساء الخير. واش انا نقول لك يا شاطره يا الفحله ديما كي نحكم نقول لك هك يا عمري ربي يخليك ان شاء الله صافا كي بخير الحمد لله بنتي واش راكي بشرى لاباس؟ ولا غير صافا الحمد لله سوال عليكم كامل بخير. يا ربي يخليك بنتي ربي يحفظك وربي يحفظ لك هذوك لي ديوات تاعك. يا عمري تعيشي ربي يخليك ان شاء الله حبيبتي وربي يحفظكم لينا ان شاء الله. يا ربي يحفظك بنتي ربي يخليك بشرى. نعم حبيبتي. نعمتك دايما. شوفي المقروضه اللي درتيه درك. اه. شوفي انا ندير المقادير اللي درتيها بصحة بشرى وش هي المشكل يجيني يابس. يجيك يابس. كي نطيبوا شوفي ما شاء الله يعني نطيبوا يعني هكا مليح شوفي كي يقعد كي يبرد يولي لي يابس. وديري نفس المكونات يعني ما ملي دام تخلطي اونتخ زبده وسمن وزيت ولا ديري غير سمن برك؟ شوفي والله يا بشرى نخلط والله شوفي يعني كنت حفظت المقادير تاعك نفس المقادير تاعي. اها ويجيك يابس. شوفي كي يبرد بشرى يقعد لي الغدوه يجيني يابس. ولا شحال تخليه في الفوق شحال تخليه يطيب مده؟ اها المده شحال تخليه يطيب في الفوق يعني 20 دقيقه شحال تخليه يطيب؟ لا جيست يطيب هو هاني عيني يعني جيست يطيب نحيه نشعل من تحت كي يحمر لي من تحت نشعل من فوق. اها ونخليه يطيب لي كي نحطه ويجيني طيب بس كي يبس يقعد الغدوه بشرى بنتي يجيني يا بس ما فهمتش شنو المشكل. برك بروبليم تاع الفوق راكي تزيدي له بزاف باسكو علاش التومبيراتور تاع المقروط شغل لازم ما تكونش فريمون زايده وما تكونش ناقصه بزاف باسكو كان تكون ناقصه بزاف وتكثري لها يعني الوقت تاع الطياب تاعها راهي راحك شغل يبس لك في الفوق يبس فهمتيني هذيك الدقيقه يبان لك طري ما يبس لك ما حش يطول. لو بشرى انا سكيت برك انا ندير الغرسه بشرى. نعم ندير الغرس ديري له الغرس يعني الغرس الداخل يبس لك. صحيح. ايه دوك نقول لك لاستيس تاع الغرس الداخل كيفاش ديري له باش ما يجيكش يابس. ان شاء الله. داكور.
هذا ما كان. والله كثير ممكن حبيبتي منورين الشاشة. ربي تعيشي حبيبتي. ربي حبيبتي يعطيك صحة. إكرام إكرام. نعم حبيبتي. نحبك ياسر إكرام. تعيشي حبيبتي أنا أكثر والله العظيم. ولفتكم فراس. والله يفرجوا فيك ديما حبيبتي. ربي يعطيكم صحتكم. ربي يعطيك ما تتمناه وإن شاء الله. وتحية كبيرة للسومية. ربي يهنيها إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي. يعني أيام فقط وتلتحق بكم زميلتي سومية. ان شاء الله ترجعنا على خير وعافيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله حبيبتي. شكرا لك يعطيك صحه. شكرا ام رافيق. شوفوا راني جبنا لكم حبه الان. بكره لازم تقسميها مع المباشر. لازم نقسمها مع المباشر. فوالا دوك نشوفوها برك لانه كي قالت لنا برك المتصله يجيها يابس الى غير ذلك. فهذا المقروض درتيه انت البارح بكره. ايه البارح. فوالا نقسموه مع بعض باش نجيبوا برك. إكرام برك معليش تعاوني دير لي الفرينة قبل. بيان سور افيك بليزير. دوك حنايا نقول لكم واش نعاود لكم واش درت كامل في الصابلي تاعي. كنت درت 125 غرام تاع زبدة بدرجة حرارة الغرفة، درت 20 غرام تاع زيت، حبة بيض كاملة ووحدة صفار، زوج مغارف كبار يكونوا بومبي تاع سكر بمقدار 40 غرام هكذاك. كنت درت ثاني لافاني نو لافاني خميره صغيره فوالا خميره مازال. كنت درت كاس ثاني تاع تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي موايا ما يكونش فريمون غبره وما يكونش خشين بزاف. واش ندير لك خلطتهم كامل كيف كيف اي غير بمغرفه برك وديري لي هنايا نخلطوا كامل المكونات حتى تولينا اون كريم. ودرت مغرفه كبيره ونص تاع كاكاو بني. هنا من الاحسن نخيروا نوعيه تكون بنينه تاع الكاكاو. زيدي لي اكرام. هنايا الفرينه ما عنديش شحال نقول لكم باسكو علاش غير تلمكم لاباط شو اون بات اسابلي الريحه شحال شفتوا شتي كاكاو بنين هايله هايله. فوالا هنا لازم يكون فريمون الكاكاو بنين. كي نحبس قولي لي سي بون. هنا نلمها برك لاباط تاعنا نسحقوها كيما لاباط تاع السابلي تكون طريه. هنا مثلا يقدروا يستعملوا مقتصد البيض. فوالا كيما هنا يقدروا يستعملوا. انا جوست كي لقيت باللي كونتيتي ماهيش كبيره بزاف تاع البيض يعني حبه كبيره وصفار يعني ماهيش كميه. ما تقدريش باسكو لانه الوصفه هي 50% من البيض تاعك يعني لازم تكوني ديجا استعملتي بيض عادي. والكمية اللي قعدت يعني 50% بيض عادي 50% يعني نقولوا اربع حبات في الوصفة زوج حبات بيض وساشي هذاك اكزاكتومون. تخي بيان نبدا نوري لهم برك المقروط تاعنا. فوالا بيان سيغ. شيف بشرى دونك ما باليش مع من نشوف باش باش يبان مليح مع الشيفة. فوالا برك لا فارين منا. تخي بيان. ها هو ما تقاسموش تاعي هذه. شوفوا الله يبارك ويجي فريمون مع السل. هاي ليك الحبه تاع المقروط. ايه بلا سل ثاني والله. فوالا هاي ليك سمحونا اللي شاهيناهم شاهيناهم بالجنه ان شاء الله. فوالا دونك هاي ليك نوري لكم هذه نقسمها على زوج. فوالا ذوقي اكرام شاهيهم شويه. بسم الله. اي تاع كاسات ايو. ما شاء الله بزاف بنين والله العظيم. شتيك شغل ميم لوكو تاعك شغل يجي شويه مخالف يجي بنين وطريري وميم كي يطول يقعد طري اطول مده. ندمت لي قلت لك ما نحبش المقروط البارح ما نحبش مقبيله ما نحبش المقروط. قلت لك ذوقي حبه مقروط قلت ما نحبش المقروط ما عندي حاجه فيه. خلاص دوكا ولا عندك حاجه في اكرام مزيان مازال كاين مازالو كاين. طيبي طيبي بشرى خليني نكمل ناكل. دوك هنا يعني لميت لاباط تاعي. شوفوا الكاوكاو هنايا راهو فريمون يبان في لاباط ما يكونش فريمون فريمون رقيق وما يكونش خشين بزاف. ليسونسيال يكون يبان لي في لاباط. لاباط تاعي تقعد طريه اون باتا سابلي هكذا. دوك هنايا نوزنوا الحبات تاعنا ونديروهم في لومول تاعنا باش ندخلوهم يطيبوا ونكلاسيوهم قدامكم. دوك هنايا الحبات تاعنا نوزنوهم 37 غرام. في هذا النومو اللي فيه 6 نوزنوهم 37 غرام. كيما على بالكم كنت درت مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات يعني حبه حتى نتفخلنا شويه. هنا الحبه ماشي لازم تكون نيفو مع النومول تاعنا مي تجي فريمون يعني تجي ما تجيش فريمون خشينه تجي موايان نورمال. دوك هنايا برك بعد هاد نوزن الحبات تاعي. المول واحد اخر يبدلوا الكراماج بيان سيغ. ميم الا خدموها بلا مول يقدروا يديروا هذه الحلوه بلا مول. هكذا ندير بوده
ونشكلها ديريكتومون في المول تاعي، نيت عليها هكذا باسكو هنا الشكل تاعها هنايا محشي ما يهمنيش، باسكو راني حنقلب الحبه ماشي هذا هو الوجه تاع الحبه، الوجه تاعها هذا هو هذا اللي يجي شويه بومبي. وقلت لكم هنايا الحبه تاعنا ماش تجي نيفو مع المول تاعنا، يعني الوزن تاعها 37 غرام في هذا المول تاع 6. سمحولي بصح انا كملنا كلش. قولي اكرام شفتي تاع فرغ لك اتاي دوكا جبتي لها اتاي دوكا. اني ياسين غير بديت ناكل قال لي نبعث لك عافان. خلاص هذا النص خليته لك ليك خلاص. تشيفه كشيفه تشيفه تقسموا كيف كيف. فوالا قلت لكم وزنت الحبه تاعي 37 غرام. هاد لو سابلي بزاف نحبو باسكو نحب لوكو تاع الكاوكاو مع الكاكاو يجي فريمون بنين. اون بليس ساهل ماشي ما فيش بزاف لي زيتاب. فوالا نقولو اتصال اخر لنا اليوم ونقولو الو مساء الخير. الو مساء الخير اكرام حبيبتي اكرام واش راكي لاباس؟ لاباس ولا غير الحمد لله. شوفي عقلتك وما عقلتكش. قالت لك حبيبتي انا متعقليه. ام صهيب وام ايمن ولات مسيله. عيطينا ديجا؟ نعم عيط في الشروق صباح الشروق مع صالح وزهراء. ها داكور مالتك راني نشبه في الاصوات برك. واش راكي حبيبتي لاباس؟ عايشك حبيبتي نحبك اكرام موت عليك. الله يسلمك حبيبتي انا اكثر. وتخافيني كي عشتي تاكلي هذا الفيديو؟ نعم. فحبتيني كي عشتي تاكلي. والله غير كوراك وقدامنا غير كاع نجيبوا لكم والله العظيم. شكرا. والله عزاز على قلبنا بزاف. انا الجمهور تاع الو شيف نموت عليه والله العظيم. الو شيف نحبكم الو شيف وقعدوا ديما هكذا. انا ام صهيب وام ايا من ولايه المسيله. الله يبارك. مزوجة في المسيرة بصح أهلي من وين ولاية برج بعرايش. الله يبارك الله يبارك ربي يخليهم لك إن شاء الله. صهيب وآية. آية صهيب. الله يبارك. 19 سنة وآية 14. الله يبارك. أنا نحب اسم صهيب اسم جميل جدا. الله يبارك. ادعي له بارك الله ربي يسجيه. إن شاء الله. وين واش مستنى راهو يقرأ؟ ما يقراش قاعد. هايا معليش ان شاء الله يلقى الحاجه اللي يحب يديرها في حياته. حبيت باك نقول لكم ان شاء الله ربي يخليكم هكذا منورين حصه الشوق. راحي تهبلونا تعرفي وليت انا مريضه بالتليفون تاع 23 70 90. يا حبيبتي علاش الضغط الكبير على الرقم؟ شغل كامل الناس يعيطوا في وقت واحد على بها ما يقدروش يحكموا في الوقت. مبروك عليك العقوبه هذيك يا اكرام. نعم حبيبتي. قلت لك مبروك على سمية والعقوبة ليك. إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله تعيشي ربي يحفظك. تعيشي تعيشي ربي يخليك إن شاء الله وربي. وهذاك وقولي الشاف الله يبارك في شخصية خدمك. بشرى. الله يسلمك حبيبتي تعيشي. إن شاء الله تدومي هكذا إن شاء الله إن شاء الله تقعدي حتى مورا رمضان. يا عمري. إن شاء الله. ديري لي باي باي إكرام أنا نشوفك ديري لي باي باي. دي لها باي باي. ها. حبيبتي. نعم حبيبتي. ديدي باي باي. هاني درت لك ها بالصباح من الروج. ان شاء الله راكي تهبلي اليوم راكي ما شاء الله. الله يسلمك تعيشي حبيبتي ربي يخليك ان شاء الله. تعيشي شكرا على اتصالك وشكرا على وفائك لقناه الشروق والبرنامج الو شيف. كاش وصفه كي حابه تشوفيها معنا في الاعداد المقبله؟ راحت معليش انقطع الاتصال. تحيه كبيره ليك ام صهيب وام ايه. اسمحي لي نعاود ندير لها باي باي هكا باش تشوفها اليز. فكامل المتصلين وكامل الجمهور الو شاف تحيه كبيره لهم. انا والله العظيم غير شوفي صافي شحال ملي دخلت لهنا للشروق بديت في صباح الشروق. لكن شوفي الجمهور تاع الو شاف سي بوبليك سبيسيال كيما نقولوا. تحسي قريب ليك بزاف. اكزاكتومون الجمهور يتفاعل مع القال مع البرنامج عفوا وتحسي شغل واحد من عائله يعيطوا يعني. سقسيوا عليك كي تغيبي شغل تحسيهم صح اون دوزيام فامي. والله تحيه كبيره لهم ان شاء الله دائما اوفياء لهذا البرنامج واللي باقي برامج القناه طبعا. ان شاء الله. كنت هنايا فاصونيت السابلي تاعنا وزنتو في هذا المول تاع 6 وزنتو 37 غرام. هنايا كما قلت لكم ماشي هذا هو الشكل تاعو النهائي. الشكل تاعو هنايا من الجهه اللي فيها اللي تجي بومبي. دونك هنايا كنت سخنت فوق تاعي ديجا من قبل على درجه حراره 180 درجه. الوقت هنايا غير يطيب لي سابلي تاعنا نحيوه يعني ما حش يفوت 15 دقيقه باسكو راه سابلي خفيف. وانا حمصنا ديجا الكاوكاو فيه الداخل. شوفي انا والله غير شتها او 20 غاضتني شيفه فراني حنمدها لها الله غالب. لازم نعطيها لها باش باسكو مازال باش نخرجوا فاصل ايوا 20 حتى لغير 10 فما باليش كيفاش نديها هي شي فرواحي.
عطيني يدك برك. هاكي تفضلي. بصحتك شيفا. كيفاش خلصتي؟ لازم تقولنا عليها. هيا ذوقي شيفا وعطينا رايك. فوالا دونك هادو كانوا وصفاتنا لنهار اليوم. عندنا مقروط الكوشة اللي كنتو طلبتوه بزاف، مازال طريقة التشكيل تاعو. كذلك عندنا سابلي بالشوكولا اللي راحين تاني نشوفوا باقي طريقته مع الشيف بشرى. الو شيفا. شيفا عطينا رايك، انا سناو. هايل. هاي تخي بيان. اتصال اخر لنا اليوم، قولوا الو مساء الخير. الو يا سلام. وعليكم السلام حبيبتي، واش راكي؟ لاباس الحمد لله، انتماكم ملاح؟ لاباس. شكون معنا؟ ام اسحاق من تيكنتيل. نعم؟ ام اسحاق من تيكنتيل. والله ما سمعتك حبيبتي. ام اسحاق من تيكنتيل. ام اسحاق، واش راكي ام اسحاق؟ لاباس الحمد لله، كي مليحه؟ الحمد لله يا ربي تعيشي، شكرا لك حبيبتي. الله يسلمك تعيشي، عيونك الحلوين. ايه شابه نموت عليك. نعم حبيبتي؟ انا نموت عليك. والله غير انا اكثر تعيشي يا ام اسحاق، ربي يحفظك ان شاء الله. قولي لي كاش وصفه كي حابه تشوفيها معنا في الاعداد المقبله؟ ماني حابه والو، راكم فين وكبين. تعيشي حبيبتي، هاكي جربي مالا شويه الوصفات. الحمد لله. وصفات كي ناديه كي بشرى ما شاء الله. آه يا الحمد لله يا ربي الحمد لله، ان شاء الله دائما تجربي كامل الوصفات ودائما يخرجوا لك ناجحين. تحياتي ليكم ولدارنا. شكرا لك وتحيه كبيره لك ام اسحاق. اهلا صحه. ماشي شكرا، نبقى على خير. مع السلامه. صحه فوالا. المزهر وشكي تحوسي المزهر. المزهر هو المزهر. زيدي حوسي. فوالا دونك مشاهدينا الكرام، كانوا هادو وصفتنا لها اليوم. نعاود نذكر بالوصفات اللي هما مقروط الكوشة اللي كانت دقته شيفا وقالت لنا رايها بنين بزاف خيبيا، وانا ثاني دقته وعجبني بزاف الله يبارك، وكان دارته البارح شاف بشرى باش تشوفوا يعني فوالا غير البارح ما يبسش ما يبسش يجي هايل يقعد فريمون طري برك. هنا سحقيت المزهر اللي قدرت تجيبه لينا سيما. شيفا نعاود لك سؤال، المقرط بنين؟ قالوا لها شوفوا، قالوا لها في ليكيب تكنيك لازم ديري، لازم ديري رياكسيون، لازم لازم ديري رياكسيون. شيفا ذواقه يعني باش نقولوا بلي شيفا ذواقه عندها الوقوف في كلش، يعني لقتكم حاجه بنينه حبي يقول صح بنينه. يا تخي بيان رجال الخفاء هذه هي تبان غير يدها صح ولا غير صح. فوالا يعطيكم الصحه ليكيب كامل اللي ساهرين على نجاح هذا البرنامج. معنا فاروق هنا في البلاطو، معنا شيفا كذلك، عندنا إيمان في الصوت، وعندنا ياسين مايسترو طبعا في الإخراج، وكذلك في المكياج عندنا صبيحة وعلى رأسهم طبعا رضوان كسري. بيان سور. نعيمة نعيمة ونسيمة. نسيمة. نسيمة ديما يطلع سامية. فوالا نعيمة خلاص شغل لي زونسيان صح. هي هي راهي مولات الكوزينة تاعنا. كوزينة صح. فوالا. تعجبني في حاجة نعيمة. كون زعما نسيت حاجه دقيقه تاليه واش راه هذه نقول لي سبحان الله قرا سلكت الحصله قلتي لي في راسي صحكت برك المزهر اللي قدرت تجيبه لينا سيما. المزهر طبعا دوك فوالا دوك هنايا لاباط تاعي راهي شربت شربت الماء تاعها. استقبلي لي نزيد لها. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مساء الخير سي سافا كيف خير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟ معك ام كادي مختار شلال. نعم معك ام كادي. ام كادي مختار شلال. ما شاء الله كي بخير لاباس. لاباس الحمد لله اختي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله راكم منورين الله يبارك بنوركم. تعيشي يا ربي يخليك. الله يسلمك اختي. اختي حبيت نسقسيك على العجينه المورقه البارح درتيها ما حضرت لهاش. اها حبيت نسقسيك عليها واش درتي فيها. نعاود لك الوصفة؟ ايه داكوغ ان شاء الله دوك كي تكوبي نعاودها لك ان شاء الله باش ما ننساش كاش ديتاي ولا سينو اللايف تقدري تعاودي تشوفيه في لاباج تاع الشروق وكاين الحلقة ثاني نورمال يكونوا حطوها في الـ في, الـ في اليوتيوب باش تعرفي لي زيتاب تاع الفيتاج تاعها.
ان شاء الله. تعليتوا دائما في برنامج الو شاف ودائما مكملين في وصفتنا لشاف بشرى وجدتهم لنا اليوم ككل يوم اربعاء يعني عدد خاص بالحلويات. فاليوم كانت قدمت لنا شاف بشرى مقرط الكوشه اللي كنتوا طلبتوه بزاف وكذا صابلي يعني حاجه خفيفه للقهوه صابلي زادت له لمسه تاعها يعني شوكولا شويه كاوكاو فباش تبدلوا شويه باش ما ديروش توجور حاجه كلاسيك. بالنسبه للمقرط رانا نوزنوه فيه هكا فوالا المقرط تاعي بعد ما كنت خليته يرتاح شويه كي وليت لي ستوب لي شرب لي شويه هذاك المزهر زدت له شويه مزهر حتى كيف كيف كيفاش نعرف بلي العجينه تاعي راهي بيا كي ندير اون بويت واللي ما تكسرليش. دوك هنايا لي بول تاوعي وزنتهم 45 غرام 45 غرام وراني حنخدمهم بهذا لومول راني يعني وريته لكم هذا لومول وكاين متوفر في كاع المحلات فوالا المحلات تاع لوازم حلويات. دوك هنايا حوانت حوانت فوالا ديك طير لك الهضره تروح لك كلمه فوالا عندنا 45 غرام لاباط تاعنا ولا فارس وزنها 20 غرام باسكو شتك قسمنا الحبه لا فارس الداخل جات فريمون الله يبارك يعني ما تاكليش غير السميد تاكلي ثاني اللوز الداخل ولا فوالا. دوك هنايا نوزن الحبات تاوعي كما قلت لكم 45 غرام بشرى وهالو تلقى 45 ما فيهاش ومن بعد نديروهم في المول تاعنا فوالا. دوك هنايا كيما عيطت مقبله هذيك المتصله قالت لك كي نديرو بالغرس يهبس لي الغرس تاعك واش ديري له باش يجيك طري. بون انا نشري هذاك الغرس تاع البطانه نقيه في الدار ما نفورو ما والو نقيه نحيلو كامل هذوك العظم فوالا العظم الدخلاني نحيه ندير له مغرفه صغيره تاع مارغارين جوج مغارف كبار تاع زيت ونقعد نعجن فيه تخي تخي بيان ومن بعد نزيد له المزهر انا ما نزيدلوش الحليب باسكو الحليب نخافو يدور لي يعني الحليب كي طول يولي شغل يقطع بقروسيه ولا يعني باش نيفيتي هذا المشكل باش يقدر يطول لي المقرط تاعي ندير له المزهر نكمل ندير له المزهر. هنايا لاستيس نزيد لها قلت لكم جوج مغارف كبار تاع زيت ومغرفه تاع مارغارين ونكمل نطمو بالمزهر. اللي تحب دير له شويه جرجيران محمص بيان سور باش تنكهو تحب دير له شويه قرفه هذو صوالح اختياريين. هنايا لاستيس تاعنا باش لافارس الدخلانيه تاع الغرس ما تجيناش يابسه وتقعد لنا طريه اطول مده كي نعجنوها يعني كيما درنا هنا لافارس خليناها شويه طريه على الحد تاعها يعني كي نديرها اون بول تنحكم لي اون بول ما تجيني شويه طريه ما خليهاش يابسه باسكو علاش كان نديرها فريمون يابسه يعني لا بول تاعي تاع الغرس نديرها يابسه وندخلها طيب لي في الفوق راح تجيني شغل راح تتحرق لي راح تجيني يابسه مع الوقت ماحش تطول وهي الداخل طريه. يسمى لازم توجو نخلوها كي نبلوها بالمزهر نخلوها شويه طريه لحد تاعها. تخي بيان يعطيك الصحه صافا تخي بيان صافا خزرت فيا بشرى صافا هيك راني هايله نو كي هايله الله يبارك عليك والله بشرى تعيشي كل الاعداد تبدعين كما يقولوا الحمد لله. دي فوا كي تنسي حاجه دي فوا تفانيك تومي مع الوقت. انا نوزن الحبات تاوعي هنايا قلت لكم او يقول لي ياسين دني هذه واقيلا وحاب يديها حاب ياكلها عجبت العقده انا تاني في الدار ناكل عقده بزاف هذه تاع تاع الحلويات صافي ولا غير ما عنديش بزاف منين حيتها الطبيعه يعني ماشي كي كنت فريمون صغيره بصح كنت ناكل بزاف العجينه بنينه عجينه سختو عجينه كتاع مقروط لا غالبا عندها واحد الحوايج انا بنتي والله ما تاكلهم اكرام انا بنتي تخدم حبه تاعها لازم تخرج كما حبه تاعك صح. البارح ناخذ في المقرط هي راح جايه لبابا تقول له بابا حبيتها تخرج حبه تاعي كما تاع ماما شغل وقيله دوزيام شيف لا لا قالت لك بنت بشرى حبه تخرج طبيبه ان شاء الله ان شاء الله كيما حالتها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا ابا شوفي بصح هما كيكونوا صغار يقولوا حاجه طبيبه كاع يحبوا طبيبه كاع طبيبه استاذه كيكونوا صغيره كي تكبري تبدلي الميتي صح ولا غير فوالا. دونك هذه فيما يخص المقرط تاعنا حنكملوا في طريقه تشكيله باش نجوزوا للصابلي لافارس تاعنا. لافارس تاعنا خليتها مقبله شويه طريه شوفوا دوكا كيفاش رايعه وتحكمت روحها. هنايا نوزن لافارس تاعي 20 غرام فوالا هذوك تقيسي نوزن لافارس تاعي خلاص ما نستقبلوا اتصال بيد ماراكي تقيسي في يعني لافارس تاعك ف ولا كاين اتصال نستقبلوه مع بعض ولا ندخلوا للتعليقات قرا شويه باسكو اليوم ما قريناش بزاف تعليقات. سهل اكرام مقرط هذا سهل سهل ما فيهوش والو سهل شتي ما فيهوش انا الحاجه اللي ديريها تجيني تبان لي سهله تبان لك سهله. نحب نسهل على الناس الحلوه باسكو على بالي بلي ناس بزاف تهابها الحلوه تقول لك الكاتو تراديسيونيل حاجه كبيره وما نقدر لهاش وشغل يدين وكامل مي بالعكس اون فوا يعني تبعوا الخطوات راح تنجحوا فيها وشفا هي الاولى اللي راح تعاود المقرط ان شاء الله ان شاء الله. قالت لي وحده شنو هي نوعيه البرغل اللي نستعملوه الكبه السوريه الكبه السوريه نديروها بالبرغل
غير البرغل هذا اللي ناكلو يديروا فيها نورمالمون. لا ما باليش حنا نستعملوا البرغل من عند منتوجات الزيت. بنان اكرامك درت بها غير كيما الوصفه بزاف بنينه. دارين نطيبوا بهم وصفاتنا، كي يكون كاين برغل ديروا في بالكم باللي نطيبوا بمنتوجات الزيت لانه متوفر البرغل في هذا الماركه. قولوا الو مساء الخير لاتصال اخر. الو مساء الخير. الو مساء النور، واش راكي؟ واش راكي اكرام؟ صافا لاباس؟ لاباس وانتيا؟ لاباس الحمد لله. راكي حطه راكي كفور ياسر. الله يسلمك حشمتيني حبيبتي. رانا نحبوك ياسر ياسر. الله يسلمك تعيش يا حبيبتي. والله غير انا تاني نحبكم دوك تنهضر عليكم. قلت لهم والفتهم في بليك تاع الو شاف. والله قلتي والفتهم، قلت لك الوغ كون تشوفي شنايا. الله يسلمك تعيشي حبيبتي، ربي يخليك ان شاء الله. يعيشك يعيشك. شوف بشرى واش راكي لاباس؟ مساء الخير حبيبتي، واش راكم؟ على بالك كي نشوفك تضحكي كيما هكا يزيد يطلع لي المورال، نقول والله روعه. عمري ولا غير راسي. خلق ندير بشرى، انا كاع بشرى نضحكك كي لاباس. بشرى البشوش انا نعيط لها. والله ربي قلت لك مقلقه نشوفها نولي نضحك انايا. يا عمري تعيشي حبيبتي. قولي لي برك شكون معنا؟ نغمة مو عنابه ولا قالمة ولا؟ لا بسكرة. ام محسن. بسكرة بسكرة. شكون ام؟ ام محسن. ام محسن. ام محسن ما شاء الله، الله يبارك. يبارك فيك ربي يعيشك. رانا محظوظين بقناه كيما تشورو. الله يسلمك. وحنا محظوظين انه عندنا جمهور كيما نتوما ومتابعين كيما نتوما. الوغ جد محظوظين باعلاميين كيما نتوما فخورين. الله يسلمك. صلاح لطفي ايمان كامل كاع. شكرا لك. كامل كامل. شكرا لك حبيبتي، ربي يحفظك ان شاء الله. كي تجربي شويه الوصفات ام محسن. هي والله شوفي ما نكذبش عليك، كيما تقولي جيت ندخل الكوزينه نلقى لي زانغيديون، انا راح ندير واش دارت ناديه، راح ندير واش دارت بشرى. طيب صح كيكون كاين المقادير اللي مالها الواحد يسيي من ذاك. والله والله وعلاه اللحظه. الوغ الوصفات كامل ناجحين. اعطيكم الصحه. واش راح نقول لك يا اكرام؟ نعم حبيبتي. راكي فور. شوفي انا لازم ندير لاطاي ونجيك، راني مانيش نشوف الوصفات برك اكرام. اكيد تشوفي نشوفوا في الوصفات اللي طيبوها، ونشوفوا في اللبسه تاع اكرام، ونشوفوا في الحطه تاع ناديه، ونشوفوا في الماكياج تاع بشرى. انا متبعينكم 100%. تعيشي حبيبتي تعيشي، شكرا لك يعطيك الصحه، وان شاء الله كل حاجه تكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ان شاء الله ديما ربي يعينكم وربي يحفظكم وربي يكون معاكم ان شاء الله، وديما مسأل فين وتتواصلوا خير من كيما هكا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي نشوفوكم ناجحين اكثر من هكا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي ربي يحفظك ان شاء الله وربي يخليك. اكرام انتي شاف بشرى ناديه كامل شيفا المخرج ياسين اكل اكل. شكرا لكم وربي يسهل لكم وربي يوفق ان شاء الله. انت ثاني ربي يعطيك مت منها يا حبيبتي ان شاء الله. امين. في الامان تعيشي. في الامان حبيبتي. باي باي تهلا في روحك بقى على خير. باي باي. شكرا. الو فوالا نحكم لاباط تاعي هكذايا نفتحها كيما نفتحوا الكبه. هنايا لازم نعطوها الوقت جوغنا نفتحوها تخي تخي بيان باش ما تكسرناش. نديروا لافاس تاعنا لداخل ونغلقوا الحبه تاعنا هنا نحضروا عليها باش ما تخرجلناش لافاس تاعنا. عاودي ترجعيها مدوره فوالا ماشي لازم جيست تدخلي في المول تاعي هذايا. نحكم المول تاعي هكذا نفتحو ندير لابول تاعي ونكمل ندير هاد الدوزيام هكذا ونخلي الحبه في لو بلون دو طرافاي تاعي ونابوي هكذا ونخرج الحبه تاعي هكذا. فوالا الشكل تاع الحبه تاع المقرود تاعي كيفاش تجي دايره. فوالا تري بيان. بعد كملي نزينوهم برك لانه قعدونا غير 9 دقائق بوش ما بيش واش بقالك. دوك هنايا ندخلوه يطيب بيان سور يتعسل. قعدت لك برك صابلي صابلي دوك يطيب لي برك ونديرو الكلاصاج في غيغو تاعي. داكوغ فوالا نكمل الحبات تاعي. وانا نقرا شويه تعليقات اليوم دوك يزعفوا علينا صحاب التعليقات يقولون ما قريتوش التعليقات. لاكخيم نقدروا نخدموا به مقتصد البيض لاكخيم برولي نورمالمون نقدروا على حساب واش شفت لاكخيم برولي نورمالمون نقدروا. شحال نحب على كريم بغولي كنت ديريها انا بوش راه حبيت نديرها بك قلت نشري هذوك اللي غام كان تا واحد تاع هذوك الماغون ديتو. فوالا شحال دارت سمن تا شي قالت لك؟ هنا درت 125 غرام زبده 125 غرام سمن و20 غرام تاع زيت. اوكي يعني خلطت اونتخ زيت وزبده
كرام سقسيك البث المباشر تخلوه في الصفحه، دائما يبقى البث المباشر في الصفحه الخاصه والصفحه الرسميه على الفيسبوك لشروق تي في. نعرف كميه الكاوكاو كي ندير البقلاوه كيفاش نقيس البلاطو باش نعرف كميه الكاوكاو. كنت قلتها لهم ديجا ما مش حافظين الدرس طول في العرض طول في العرض تاع السنيمه اللي القهوه يلقاو الكميه تاع الفرينه وكميه تاع المكسرات وكميه تاع العسل تاع العسل ماشي تاع ليدم تاع ليدم هي على اربعه على اربعه على اربعه على اربعه استغفر الله يا ربي نسيت كامل صافا كي حكمه شويه يعني حكمه تاودي برك تفكريني هكا تعطيني كلمه نسيبك حكمه فوالا اكرام عاودينا لا غوسيت لا غوسيت تاع واش اما غوسيت برقولي لي حبيبتي ونعاودوها لك دوك على المباشر هيا نعاودو لهم تاع المقروط هيا ميم وحده كتبت لي عاودي لها تاع المقروط لاباط تاعنا واش كانت فيها كانوا فيها الشكيله تاع سميد هنا سميد ما يكونش فريمون خشين سميد متوسط عادي كيله تاع فرينه ناقصه شويه حب يقول 500 غرام تاع سميد و200 غرام تاع فرينه مغرفه صغيره تاع لافاني مغرفه صغيره تاع ملح خلطها المكونات الجافه كامل كيف كيف كنت لو بول اللي قست به مع الاول يعني اللي تخدم بالكيل هو اللي تكمل به درت 125 غرام تاع مارغارين 125 غرام تاع سمن و20 غرام تاع زيت كنت ذوبتهم خليتهم حتى يتفاو ومن بعد دخلت هذا اللي دام تري تري بيان في السميد تاعي ومن بعد خليتها درت الحبه تاع البيض حبه تاع البيض لعندكم حبه بيض كبيره نديروا نص تاعها لحبه صغيره نخلطوها زدنا شويه ماء زهر ونلمو لاباط تاعنا لاباط تاعنا خلات ريح غير شويه برك الوقت لو طون اللي نديروا لا فاس تاعنا ومن بعد كي نعاودوا نولوا ليها لا شفناها شربت الماء زهر تاعنا نزيدوا لها شويه لا فاس تاعنا واش كانت فيها كامل كانت فيها 4 كيلات تاع مكسرات اللوز تاعنا كنت حمصته شويه اللي تحب دير بالكاوكاو الكاوكاو تاعها تحمصو يعني تحمصو تخبي حتى يولي دوغي الكيله تاع سكر من الاحسن توجو 4 كيلات هذوك تاع مكسرات نحو منهم كيله نكملو نطحنو معاها السكر تاعنا نكملو نرحوه معاها عندنا مغرفه صغيره تاع مارغارين ونكملو نلمو لافاس تاعنا بالماء زهر قلت لكم توجو لافاس تاعنا كي نلموها نلموها شويه طريه على الحد تاعها باسكو راهي رايحه تعاود جو تحكم روحها نوزنوا لاباط تاعنا قلنا 45 غرام بهذا اللومو اللي حنخدم به ولافاس تاعنا كنت وزنتها 20 غرام دوك هنايا راني درت لافاس تاعي داخل لاباط درت هكذا اون بول نحكم الحبات تاعي نديرها داخل اللومول ونذبحها فوالا نتحصلوا على هذا الشكل ام يوسف قالت لك على وجه ربي دينا بيتزا وشاورما بيتزا وشاورما لي سالي ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ندير نقدروا نديروا دي ميني بيتزا بيان سور ونديروا شاورما يحب شاورما سوريه ما على بالي شاورما ان شاء الله وصفاتي هبلوا شاف واش راديك الصحه الحمد لله جيسبر يسيو هذا المقروط باسكو ساهل ماهوش بزاف كومبليكي على اوتور سي سي بوسيبل ديروا لنا وسط تاع خبز الباي وكنافه واش قلنا من قبيله واش كنا نقولوا شي قلنا ما شاء الله صح ودرنا كنافه دارت شاف واش كنافه فوالا بخبز البيت سبحان الله بروغرام غدوه ان شاء الله انا حبيت الخميس ان شاء الله ندير لكم جوغ نهار سبيسيال تاع تحضيرات رمضان سورتو سورتو الناس اللي تحب دير مشاريع في شهر رمضان مبارك ان شاء الله فوالا نحكم لابول تاعي هكذا ندخلها في لومول نشوف برك الصابلي تاعي دير واحدة بشرة ديري بركي كام لابول تاعك عجنيها تخي تخي بيان يا سيم هذه لابول فوالا ولا نقولك باش ما تعذبكش بزاف نزيد لها برك شويه ما زهر باسكو انا راني موالفه نخدم تفتحيها كيما الكبه نزيد لها برك شويه ما زهر باش ما نقولوش كان مخرجتها الشابه شحال قعدوا 3 دقائق باش ما نقولوش كان مخرجتها الشابه هكذا نزيد لها نسييوا تجربه هاي فتحيها بيان باش كي دير لها لافارس ما تخرجكش لافارس منها هكذا هكذا كيما الكبه اوكي هكذا شوفي فتحيها تخي تخي بيان باش ما تعذبكش كي دير لها لافارس الداخل اوكي شوفوا هذا الفاصل واش دوكا برك هذا في العقوم احكمني من كل الجوانب يا سين علاش تحب تفتحني هكا ما فهمتش
هذه ماما مديره في لايف المشاهير دوكا. فوالا ماما فتحتها بيان بيان. شوفي صافا اي بيان. حكموا لا بول تاعنا مشاهدينا الكرام، حطوها هنا ونبداو نغلقوا. كلام يا ترى هكذا يا اخي غلقتها انا بيان. اي تضحك لا تعجبيني كي تحبي تسيي اسمع كي حابه تقوم مي فوالا هكا ولا هاد التشققات هي التشققات نورمالمون ما يجوش فيها كي تشوفها تشقق حاب يقول راهي مخصوصه شويه مازال مازال يسمى توجور زيدوا لها مشي هنا مشي هنا خلاتني مازال ايه اهم مخصوصه في وسمو في قبيل ايه شوفي كيما هكذا كي كي درتيها هكذا هكا بلا رافاس داك هكذا زيد لها شويه مازال فهمتيني ولا كي تكون اون بات سي ميو كنت سلكيها نعطيك العلامه الكامله يلاه دوك نحي لها كاع التشققات صار ما كاش الوقت زعما راني نحصل في الوقت ها هاني بديت بدي رفعها عفوا فوالا دوك ديريها هكذا اون بول اون بول كومبليتمون هكذا هي باش على حساب لومول تاعك باش تقدري تدخليها داخل لومول داكو نحطها هكا حطيها كان شوفي خلي جانب الشباب باش ما مش يشوفوا ياك لا لا هاي ندير هكذا هذا الجانب الفوقاني الجانب الفوقاني شباب فوالا دوك ديري هكا هكذا يا هاب اه اه ابوي تري بيان جو هكا شطيها الشكل تاعها ابوي في نطلع ولا هكذا لتحت لا لا نخليها فوالا هكذا اصبر كان مالا ولا تحصل ديال لا بريسيون وانا اكرام انا نقولك لهم اكرام شطله خلاص مازال مازال هذا هذا لازم تخلي هكذا في لو بلون تاعك تحكمي لومول هكذا هنا ما تخلطيش كاع في نعبز فوالا خلاص هكا سي بون اه ايه ومن بعد عاد خرجي الحبه تاعك هكا فوالا زيدي 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 تعطيني شويه هاي الحبة تاع الشطورة إكرام شوفي ها ياسين كنت حبت الشفافية برافو شوف الحبة جات هايلة ما شاء الله ولا أنا قدرت نديرها معناتها أنتم هكا تقدروا ديرها ساهل المول بزاف ساهل وهنا اللي يخافوا الحبة تلصق لهم في المول ولا يقدروا يدهنوا الحبة يديهم بشوية برك فارينة ويديروا الحبة في المول تاعهم ليسونسيال يعني الخدمة تاعو فريمون فريمون سهلة قلت لكم هنايا اللي ما تحبش دير بهذا اليومول تقدر دير بودا تشكلهم مقيطات وتوازيهم بالنقاش هذا ما كان يعطيك الصحه وخلصنا الوقت تاعك سي بون كلنا فوالا كي تشوفي رضوان هكا تخلي غزور فينا معناتها الوقت خلاص وزدنا عليها شويه دوك نروحوا نشوفوا باقي وصفاتنا ولا اشكال الوصفات اللي كنا شفناهم الان مع شيف بشرى فيما اذا تقديم برنامج الو شيف بعد هذا الفصل القصير نرجعنا لكم جديد مشاهدينا الكرام وفي ختام البرنامج دائما نقدم لكم حلوياتنا في اشكالها الاخيره اللي كانت وجدتهم لنا شيف بشرى اللي نقول يعطيك الصحه ميرسي اكرام ميرسي اللي عاونتيني اليوم كدرت لهم مقروط الكوشه اللي كان مطلوب بكثره ودرت لهم سابلي بشوكولا غلاساج فيغيغو حاجه سامبل وتاع قهيوه شكرا لك يعطيك الصحه شيف بشرى يعطيكم الصحه المشاهدين اللي تابعونا من بدايه البرنامج حتى الان نقول لكم تهلاو في روحكم في الناس اللي تحبوهم نتلاقاو غدوه ان شاء الله مع شيف بشرى دائما الى اللقاء